بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. معكم أخوكم رمان حجبي في دورة تصميم مواقع الإنترنت في الدرس الثالث في استخدام الـ CSS أو بناء التصاميم لمواقع الإنترنت باستخدام الـ CSS. طيب، في الدروس السابقة تعرفنا على كل الأساسيات المفروض أنت تعرفها عشان تعرف الكود بينكتب كيف وكيف تتعامل مع التاج وكذا. طيب، والالوان كمان. في الدرس ده حابب نتعرف عن الباك جراوند او الخلفيه، كيف انت تقدر تغير الخلفيه بتاعت الموقع بتاعك وكذا بالطريقه دي. فاول حاجه يعني في ذاته النوع بتاع تغيير الخلفيه نوعين، يعني في ممكن تاخد صوره وممكن تاخد لون، فلنشتغل على اللون اول حاجه. طيب، اذا كان عندي دي صفحتي تمام وانا منفذه هنا ما عندي فيها حاجه فاضيه زي ما شايفين، فعن طريق لا 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 الصفحة دي مربوطة بالستايل الخارجي من ملف الاكسترنال بتاع السي اس اس اللي هو ده اللي انا حافظه في نفس الملف وربطته عن طريق الكود زي ما اتعرفنا في الدرس الاول. طيب، انا عايز اعمل يعني لون للبودي بالطريقة دي، يعني انا هنا الحاجة سيلكتور المحدد بقى البودي كله اللي هو البودي بتاعي مش من الصفحة كلها، يعني ده اللي هو اللي بيتعرض لي فيه المحتوى بتاع اللي هو ده البودي اللي هو ده التاج ده. طيب، ده كل اللي هو البادي بتاع الصفحه والهيكل بتاع الصفحه، داير اعمل له باك جراوند صح؟ اكتب انا باك جراوند كلر، لما اكتب باك جراوند كلر مثلا كتبت لايت بلو تمام، وعملت يعني فاصله منقوطه اللي هو دي السلكتر ودي القوسين بتاع زي ما اتفقنا، ودي عندي هنا الخاصيه ودي القيمه بتاعتها، هعمل كنترول اس واجي هنا لاحظ معايا هيقوم يعمل لي الخلفيه على اللون اللي انا عملته. يعني اذا انا كتبت مثلا كتبت خلينا نقول بلاك ايا كان اللون اللي انت حتكتبه عن طريق اسم اللون مباشره طبعا دال ار جي بي بتجي معاك، يعني لاحظ معايا بتبقى بلاك. دي الطريقه بتاع تغيير الخلفيه للون. اما الطريقه بتاع تغيير الخلفيه لصوره، الطريقه بتاع تغيير الخلفيه للصوره هتكون كالاتي. لازم انت يكون عندك في الملف بتاعك بتاع الموقع، يعني انت بتكون عامل مجلد بتاع الموقع بتاعك بيكون فيه الصور بتاعتك كلها والملفات السي اس اس وكذا مقسم ومنظم في مجلدات. طيب، فلنفترض انا عندي في الملف بتاعي في الدوكيمنت اللي هو اسمه سايت، ده الملف اللي في الموقع بتاعي كله، دي الصفحه اللي احنا شغالين عليها وده الملف بتاع السي اس اس الخارجي اللي انا شغال على من داخل البرنامج. عندي ملف ثاني اسمه ايمج اللي هو فيه الصوره دي، الصوره دي اسمها اي اي من النوع جي بي جي. طيب، انا داير اعمل الصوره دي خلفيه للصفحه بتاعتي، كيف حتم؟ لازم انا اعرف قاعده جوه المجلد ايمج اسمها اي اي اسمها اي اي من النوع جي بي جي بالطريقه دي. طيب، انا حاجي في البرنامج بتاعي في البادي نفسها اللي هو انا عايز اعملها للبادي كله، حاكتب له هنا باك جراوند ايمج، باك جراوند ايمج، ولاحظ معايا في السي اس اس انا بستخدم اندر سكور، بستخدم علامه الناقص مباشره بين الكلمه والكلمه، يعني عشان ما تاخد اندر سكور وانت تقول ليه ما اشتغل، يعني تاخد علامه الناقص. طيب، انا عشان اقدر اضيف اي صوره للموقع بتاعي حصل لها عن طريق حاجه اسمها يو ار ال اللي هي الداله اللي بتجيب لي الباده والمسار بتاعت الصوره بتاعتي قاعده وين او كذا. طيب، الكلام ده حيكون طبعا من دبل كوتيشن المسار بتاعي لانه عباره عن نصي، لكن انا عشان يعني اقدر اوضح حاجه انك انت تقدر تصل للمجلد او للصوره بتاعتك او كذا في السي اس اس او في المواقع، يعني انت بعدين المجلد بتاع ملفات الموقع دي كلها حتكون قاعده في سيرفر تمام؟ فيعني حيجي لي ملفات السيرفر وكذا اول، فعشان انت تكتب اي يعني صوره او كذا اليو ار ال او المسار بتاعها لازم تخط نقطتين اول حاجه بالطريقه دي، والا ما حتنفذ معاك الصوره او الحاجه اللي انت عايز تربطها عشان تطلع من السيرفر، يعني مش لي للمجله الفضلي الكلام ده كله، مش للملف بتاعي الرئيسي، يعني دي باختصار ممكن تقول امشي للملف الرئيسي بتاع الموقع. بعدك حتعمل سلاش، يعني امشي فوت اي حاجه، امشي للمجلد اللي اسمه ايمج، جوا المجلد اللي اسمه ايمج ده سلاش تاني عندي ملف اسمه اي اي اللي هو الصوره دوت شنو؟ جي بي جي من النوع شنو؟ جي بي جي. طيب، الصوره دي حاليا انا عملتها لو عملت كنترول اس وهي قاعده في نفس الملف هنا عندي اللي هو المجلد اللي اسمه ايمج ده ملف الموقع، نقطتين هيجيني هنا، النقطتين هتجيبني الحته دي في ملف هذا الموقع، هتمشي المجلد اللي اسمه ايمج، هتمشي للصوره اسمها اي دوت جي بي جي اللي هو هيتعامل معاها بالكود ده هيكون اتصل معايا. ده انا جيت هنا وعملت ريفريش
حيكون بالعملية خلفية بالطريقة دي. ولكن يعني هسه الصورة دي ربما هي عشان يعني مقاسة كبير واتش دي وكذا، يعني يد مقفلة مع المتصفح بتاعي، لكن مرات في صور بتلقاها مكررة مربعات مربعات وكذا، ففي ضبط انت بتعمله ونحن هسه ماشيين عشان نتعرف عليه ان شاء الله. طيب ثاني حاجة عندي الباك جراوند ريبيت. الباك جراوند ريبيت يعني باك جراوند لاينز ريبيت، اللي هي دي يعني اللي عاد قلت لك تتبيل الصورة دي، يعني يكون الصورة هنا يعني حجمها قدر ده كده بس، الحته دي ثاني مدبله، هنا ثاني مدبله كده، وبيبقى الواجهه ما جميله. فبتعمل الباك جراوند ريبيت، بتكتب له نو ريبيت، يعني ما تعمل لها اعاده، يعني الخلفيه الصوره تكون على بس مره واحده على الحجم بتاعها. طيب الحجم بتاعي اذا كان نص الصفحه هتكون الخلفيه على قدر نص الصفحه فقط، ولكن اذا انا عايزها تكون يعني مثلا على قدر الصفحه كلها، يعني يقفل لي مع الباضي كله، فهنا هتجي الكود بتاع الخاصيه بتاع الباك جراوند اتاتشمنت او الارتباط بتاعه، فاقوم احول له فيكسيت. فيكسيت يعني اعمل لها ضبط مع البادي، يعني تكون متناسقه مع البادي كله. بعد كده يعني الخطوه الاولى هي الصوره بحجمها الحقيقي، هيعمل لي لها لو صوره صغيره تكرار تكرار تكرار، لما اكتب نو ريبيت بيشيل لي التكرار ده، لما اكتب باك جراوند اتاتشمنت فيكسيت بيخلي لي الصوره دي قدر البادي بتاعي. ثاني حاجه عندي الباك جراوند بوزيشن، يعني الباك جراوند بتاعتي بتبدا من وين؟ يعني نقطه الارتكاز بتاعتها وين؟ اللي هو انا هقول لي من السنتر، يعني انا تكون الخلفيه بتاعتي في السنتر. طيب ده بالنسبه لموضوع الخلفيه كيف تضبط، اللي هو انت ترفق الصوره بتاعي عن طريق اليو ار ال نقطتين، هيمشي للملف الرئيسي بتاع السيرفر، هيخش المجلد ايميج، هيمشي لاسم الصوره، ثاني التكرار بتاع الصوره الريبيت تقول له نو ريبيت، وثاني الاتاتشمنت او الحجم بتاع الصوره يكون فيكسد مع البادي، ثاني البوزيشن تكون من السنتر. يعني لاحظ معايا اذا انا سجيت هنا عملت سنتر هتتصغر وتنضبط على المقاسات اللي انا عملتها، شايف معايا في النص مباشره. فبالطريقه دي انا قدرت اعمل الخلفيه. طيب فلنفترض يعني انا عندي ديب، وعرفنا انه الديب ده يعني عباره عن تاج، يعني يكون جواه تاجات ثانيه. اذا كان الديب ده بيو اي دي مثلا اسمه دي اي، تمام اسمه دي اي، تمام. انا حاجة اعمل للديب ده اسمه دي اي، حامشي الملف بتاع السي اس اس بعد الغوص ده، الغوص ده تابع للبودي ده، كله تابع لبعضه. اي واحده بفتح لها غوصات برابجي اقول له تاج دي اي، بفتح لين اقول له اول حاجه الويد بتاعه العرض بتاعه مثلا اعمل 1350 اللي هو ده الحجم بتاع الشاشه بتاعتي اللي عندي هنا بيكسل، تمام. وحاجه اقول له الهايت او الطول هعمله لي 500 بيكسل. طيب والكلر اعمله لي يا اخي مثلا هستخدم الار جي بي، الاول الاحمر زيرو ما داير احمر مثلا، وداير زيرو اي لون كنت انت عايزه، بس انا شغال على اللون الازرق افترض، هشتغل باللون الازرق 255. طيب هنا يعني دي الالوان بتاعتي بالطريقه دي، وهتجيني يعني اللون لاحظ معايا ار جي بي 00255 كلر، اوكي انا كتبت كلر سوري اللي هي الباك جراوند كلر، تمام الباك جراوند كلر، الباك جراوند كلر، تمام. انا كتبت الكلر اللي هو الكلر قلنا للنص، هكتب الباك جراوند كلر كلر بالطريقه دي ار جي بي، لما اجي نعمل ريفريش هيعملوا لي بالطريقه دي، لكن انا عايز اعمله شفاف. فهنا حاجه للداله اللي قلت هتكلم عنها في درس الخلفيه، فهضيف هنا ار جي بي اي، يعني الاي دي بتدل لي للترانسبيرنت او الشفافيه. فبعد كده انا بعمل كوما هنا هكتب القيمه بتاعت الشفافيه دي، اي قيمه انت بتكتب، انا هشتغل بالبوينت عشان اكون يعني 0.0 عشان تكون شفافه، هقول له 0 مثلا 0.50، هعمل له كنترول اس، هاجي انفذ، لاحظ معايا هتبقى شفافه. يعني اذا انت مهما كل ما تعدل في الرقم اللي هنا ده يعني الشفافيه بتقل وبتزيد بتزيد، انت بتشوف النتيجه الدائره وبتخليها على كده، لاحظ بقت معايا شفافه اكثر، وبالطريقه دي انت بتقدر يعني تتحكم في الشفافيه بتاعت الديف بتاعك او الباراجراف او ايا كان. يعني فلنفترض انه انا عايزه يكون 50 بالشكل ده، يكون شفاف للدرجه دي، تمام. طيب ممكن تزيد الهايت بتاعه يعني مثلا يكون 800، هاي هنا اللي هو الارتفاع بتاع الطول بتاعه، بالطريقه دي هتكون معايا مقفله في الصفحه دي. طيب بالنسبه للحاجه دي يعني انا فلنفترض انه انا اخليه 500 في حته دي، وهنتعرف على الداله الثانيه دي. عندي حاجه اسمها المارجن. طيب المارجن ده عباره عن الحدود، يعني الحدود بتاعت الصفحه من برا هنا. انا هسه اذا ضغطت رايت كليك وانسبكت يعني عشان توضح الفكره،
وضغطت انسبكت هيظهر لي الكود بتاعي او الاكواد بتاعتي بتاعت الصفحه. طيب هنا لاحظ معايا الماركين ده اللي هو هنا، لاحظ عندي ماركين وبادنج. الماركين ده اللي هو يعني مثلا اذا افترض انا داير اعمل للازرق الديف ده، الماركين ده اللي هو بره من الديف، يعني البعد بتاع الديف من المحتوى الخارجي اذا كان الديف القباله واذا كانت البودي او اذا كان المصفحه او كذا. البادنج من جوا، يعني اذا انا كاتب نص هنا عايز يجيني هنا فحستخدم البادنج، فهي بيزيح عليها. الماركين ده بيزيح هو ذاته من بره وبالطريقه اللي انا قلتها لك، يعني الماركين من بره هنا بره الاداه بتاعتي او التاج بتاعي، البادنج جوه الاداه بتاعتي. طيب حاجه اشتغل انا عايز ازيحها هشتغل بالماركينج، يعني اذا كتبته في البدايه وفي النهايه ما بتفرق، هشتغل بالماركينج. الماركينج من التوب انا عايز ازيح عليه من فوق مثلا 100 بكسل، تمام. كنترول اس لما اجي اعمل ريفريش هيزيح عليه من فوق هنا 100 بكسل، لاحظ معايا بتاعت من فوق ده من بره، يعني اذا قلت له من الليفت هيمشي كده، من الرايت هيمشي كده، حسب الاتجاه اللي انت تكتب. يعني مجرد ما تكتب مارجن عندك ليفت رايت بوتوم توب، يعني ابتعد من فوق ابتعد من الشمال ابتعد من اليمين ابتعد من تحت. فبالطريقه دي انت بتقدر تستخدم المارجن، هتعرف عليه في تصاميم اجمل واكثر ان شاء الله. يعني دي الطريقه بتاعته، زي حالي بس التاج بتاعي والمحتوى بتاعي من المكان اللي انا عايزه. اما بالنسبه للبادن هنتعرف عليه حاليا ان شاء الله. طيب جوه الديف ده فلنفترض عندي باراجراف، تمام. الباراجراف ده اسمه اي دي مثلا بي تي، يعني بي تكست مثلا، وكتبت فيه مثلا خلينا اجيب اي حاجه من جوجل مثلا، هلو مثلا جبت النص ده، فلنفترض انا جبت النص ده، تمام، واخذته في الباراجراف بتاعي هنا بالطريقه دي. طيب انا عايز اعمل له سيتنج اللي هو الاي دي بتاعه اسمه بي تي، تمام، اللي هو الباراجراف تكست. حاجه هنا افتح له تاج براو اعمل بي تي. طيب هنا في البي تي حاجه اقول له الحاجه الكلر داير يكون مثلا وايت، تمام. الفونت سايز داير يكون مثلا 12 بي تي بالطريقه دي، تمام. لاحظ معايا اقول له اخش البادنج وكذا، لما نعمل ريفريش هيجيني بالطريقه اللي انا شايفها دي. يعني اذا انا كبرت الخط هنا عملته مثلا 18 حجيني هنا بالطريقه اللي انا شايفها دي. بعدين انت ممكن تستخدم يعني مثلا هنا عندنا ده لازم التكست الاين يكون سنتر، يعني النص كله يكون في النص، يعني يكون الحدود بتاعت النص بتاعتي في الوسط بالطريقه. لاحظ معايا هيكون الحدود بتاعته في الوسط. طيب اذا كنت انت عايز ان تعمل باراجرافات وكذا، يعني مثلا زي معمول هنا بدي تكتب هنا بي ار بالطريقه دي، لاحظ معايا انت لما تيجي هنا بتلقاه نزلت اي سطر جديد بالشكل ده، يعني انت ممكن حسب التنسيق بتاع النص بتاعك، انا ما نسخت النص. اما بالنسبه للبادنج عشان النص ده يبعد لي مثلا، انا عايزه يبعد لي من الشمال هنا 50 بكسل او حاجه زي دي، هقوم اجي اقول له بادنج ليفت، البادنج ليفت يبعد لي مثلا 50 بكسل، يعني هيقوم النص ده حاليا من الشمال هنا 50 بكسل لانه قلت له بادنج ليفت من جوه النص اللي هو ده، تمام. حاجه اقول له ريفريش، لاحظ معايا بعد من هنا، حاجه انسخه نفسه اقول له مثلا بادنج رايت اللي هو من اليمين، تمام. هيبعد لي من اليمين هنا 50 كمان بالشكل ده، حاجه اقول له مثلا البادنج توب اللي هو من فوق يبعد لي مثلا، قول انا عملتها 80، تمام. حاجه اعمل ريفريش هيبعد لي من فوق هنا زي ما شايفين 80 بالشكل ده. انت بتقدر تعمل يعني البادنج بتاعك اللي هو بيتحكم لك في داخل الاداه، والماركينج من خارج الاداه. فبالطريقه انت بتقدر تتحكم في النص، يعني عرفنا كيف نضيف الخلفيه وكيف نضيف ديب ونعدل في اللون بتاعه وتعمل الماركينج والبادنج. وبالطريقه دي ان شاء الله هنتعرف عليها في دروس ثانيه اوسع. جزاكم الله خير.